السلام عليكم ورحمة الله، كدايرين خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ بخير، الصحة مزيان. بغيت نوجد واحد الفلو للعشاء وبغيت نشاركه معاكم. كيجي زوين وخفيف، ومي كيبرد كيجي زوين للعشاء بأكثرية. دابا في الصيف عندنا هنا معلق ديال اللوز ومعلقة جنجلان مطحونين وجوج ديال خمارات ديال الفلو دفاني وجوج بيضات، يطروا الله ربط الحليب ومرصو واحد ديال السكر. من بداو قبل ما نبداو، درت هنايا سكر سنيده ودرته في كسرونه ودرت عليه العافيه مهيله وخليته يذوب. كيذوب بشويه حتى كيرجع لونه قهوي. ملي يرجع لونه قهوي راه كيرجع كراميل. هذا الكراميل كنصوبو في الدار انا غير بسنيده. يلا بسم الله على بركة الله. دابا غادي نديرو المقادير، يطروا الله رب الحليب. اللوز جنجلان سكر من بعد ما طحنا المقادير غرجعوهم الكسرونه وغرشعلو عليها عافية مهيلة. وغادي نديروها تغلى. محدها هي كتغلى وحنا كنحركو حتى كيطلع الحليب بالفيضة. ملي كيطلع الحليب بالفيضة كنطفيو عليها وتنديروها ديك الساعة في المول باش كنحشيوها في الثلاجة. من بعد كنخليوه ربع ساعة 15 دقيقة على عافية مهيلة وهو كيغلى، باش داك البيض اللي درنا في وسطو ما تيجيش عاطي الزفوره، تيطيب على داك البيض في وسط الحليب. ملي كنقبوه في المول كنديروه في الثلاجه تيطيب، ما تيجيش عاطي الزفوره، ما تيجيش باين فيه داك البيض كاع. من بعد ما كيطيب هانت كيدير الكشكوشه، شتو هانتوما وكيبقى يتقال. ها حد هو كيطيب وهو تيتقال. هانتوما شتو البنات؟ هانتوما ها حد هو تيطيب وهو تيتقال. دابا راه طاب، ها غادي نطفيو عليه البوطه وغادي نديروه في المول باش ندخلوه للثلاجه. ها من بعد الكراميل اللي قلت لكم قبيله درتو بسنيده، ها هو ذوبتو فوق البوطه، ها هو كراميل كنديروه في قاع المول وكنكب عليه. ها من بعد هذا هو الشكل النهائي ديالو. هكا تيجي زوين وتيجي بنين، وبالاخص دابا الصيف ما كنبغيوش نديرو المرقه ولا شي حاجه للعشاء. وكنقول لكم السكر، انا نسيت ما قلت لكمش في الاول، انا ما كنبغيش السكر بزاف، درت مرصو واحد، واللي كيبغي السكر بزايد الحلاوه يدير ثلاثه مع يطرو اللار. يلا يجيكم حلو زوين، نتمنىكم تاكلوا بالصحه والسلامه ودخلوا لاشين ديالي مبروك شاديه، يوميات مبروك شاديه، وديروا لي ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وديروا معكم شي لايك زوينه بحالكم.